تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. رحب فريق العمل عندنا في الإعداد، فريقنا في هيئة الصحة، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ أحمد سلامة، ومخرجنا المبدع الأستاذ أيمن سرحي. يسعدني أن يشاركني اليوم في التقديم زميلتي آمنة العلي. أهلا فيك دكتورة، صباح الخميس الونيس. صباح الخميس الونيس وأخيرا ها. إيه والله. معاكم في التقديم الدكتورة هند العوضي. تقدرون مستمعين الأعزاء أنكم تتواصلون معنا من خلال برنامج صحة وسعادة على الأرقام التالية 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل ما نبدأ حلقتنا مستمعين، أنا حابة أرد وأرجع وأذكركم أن لقاح كوفيد 19 أصبح متوفر في هيئة الصحة في دبي، واللقاحات المتوفرة عنه هو لقاح ساينوفارم، أوكسفورد أسترازينيكا، وفايزر بايونتك. أعزائي المستمعين، كل اللقاحات المتوفرة في هيئة الصحة على درجة عالية من الفعالية والكفاءة والأمان. عسبتي بادروا بأخذ مواعيد لأخذ اللقاح، وخصوصا إذا كنتوا من ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرض كوفيد 19، اللي هم كبار السن عنا وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. وما ننسى أيضا خط دفاعنا الأول، لازمهم أيضا يبادرون بالحصول على هذا اللقاح. حلقتنا اليوم مليئة بالمناقشات والحوارات. قبل ما ندخل في التفاصيل هذه، بناخذ خبر اليوم مع آمنة. شو عندك اليوم من خبر حقنا؟ خبرنا اليوم يمكن يهم المستمعين دكتورة، اللي هو فقدان حاستي الشم والتذوق المرتبط بكورونا قد يستمر لمدة 5 أشهر. وأظهرت نتائج دراسة جديدة أن فقدان حاسة الشم والتذوق يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 5 شهور بعد الإصابة بكورونا. ومن المقرر أن تقدم النتائج النهائية للدراسة في إبريل القادم في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب. ويشير طبعا الدكتور الخاص في هذه الجامعة أن أحد معدي هذه الدراسة إلى أنه على الرغم من أن كورونا مرض جديد، فإن الأبحاث السابقة قد وجدت بالفعل أن العديد من المصابين يفقدون حاستي الشم والتذوق في المراحل الأولى. وأوضح أن الهدف من هذا البحث الجديد هو ملاحظة المدة التي يستمر فيها فقدان حاستي الشم والتذوق ومدى خطورته. وقد شارك طبعا في هذا البحث 813 من العاملين في مجال الصحة الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفقد 580 شخص منهم حاسة الشم خلال المراحل الأولى من المرض. ومن ضمن هذه المجموعة 297 مريض، 51% منهم قالوا إنهم لم يستعيدوا حاسة الشم إلا بعد 5 أشهر، في حين فقد 527 مريض حاسة التذوق خلال المرحلة الأولى من المرض، و200 منهم أكدوا أنهم لم يستعيدوها إلا بعد 5 أشهر من الإصابة. دكتورة شو رأيك في هذا الموضوع؟ يعني عشان نحاول نسهل على المستمعين، أن تقريبا يعني فوق لو تحسبينها 51 على 38، يعني هذا فوق 80% من الأشخاص يا إما هم فقدوا الشم أو فقدوا التذوق. وإحنا نعرف بما أن هاي الحاسيات مرتبطة بالأعصاب، فأي شيء فيه دخل في الأعصاب ياخذ وقت لين ما يرجع للطبيعة.
طبيعته. وهذا الشيء لاحظناه، والكثير سألني هذا السؤال، إني أنا شفيت من كورونا بس بعدني ما أستطعم الأكل، بعدني ما أشم شيء. فكانوا يسألوني هل هذا الشيء طبيعي، فأنا كنت أقول لهم هي بياخذ وقت لما ترجع. دكتورة عادي ترجع الحاسة تدريجيا، يعني لأن عندي حد من الأهل إصاب بكورونا وصدف أن أمس يعني شفتها أوتي، فأقولها ما شاء الله عليك كنت تشمين من بعد متر الحين شو تقول لي لا ترى خلاص بعد ما انصفت بكورونا شوية لين الحين ما أحس عمري أشم عدل. فتحسين دكتورة مع الأيام ممكن أن ترد لها حاسة الشم لها، بس هي مسألة أشهر لما ترجع لطبيعتها. بس هي لاحظنا هذا الشيء على الكثير من الناس، والكثير يقول أنا ما أستطعم الأكل، ما أعرف شو قاعد أكل، في ملح في سكر ما أدري. بس ها في البداية الطعم صحيح، حتى يستمر لفترة من عقب الشفاء يستمر بعد. فنتمنى لكل مصابين كورونا دكتورة الشفاء العاجل وعودة حاسة التذوق والشم بسرعة. وإذا يعني ما ردت لهم حواسهم لا تحاتون، هذا شيء يعني يعتبر طبيعي، الموضوع بياخذ شوية أشهر إلي ما ترد حواسهم 100% مثل ما كانوا مثل قبل. ومن خبرنا اليوم اللي كان صراحة جدا يعني بالنسبة لي يعني خبر الساعة، يعني لأمس صحيح. كانوا سأليني هذا السؤال. وننتقل للسوشيال ميديا اللي بتكون معانا مثل ما تعودنا أسماء الجناح اللي بتعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم ما تم تداوله. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟ أول شيء نقول للجميع اليوم خميس ونيس، ونتمنى أنهم يتسانسون في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن مع أخذ الإجراءات الاحترازية. الإجراءات الاحترازية ما تمنعنا من السعادة، ولا تمنعنا من أن نحن نعيش حياتنا. صحيح. لكن الواحد عليه أنه يتعايش مع الوضع الراهن ويستانس ويستمتع بكل لحظة في حياته. ناخذ بعض الاشياء من ضمن الاسئله اللي وصلتنا في قنوات التواصل الاجتماعي. كيف واحد ممكن يسوي الام ار ان نمبر اللي هو رقم السجل الطبي؟ حابين ايضا نشارك الجمهور فيها في احدى النشرات اللي حطيناها قنوات التواصل الاجتماعي او من خلال الموقع الالكتروني. في رابط من يضغطون عليه يظهر لهم، بس يحتاجون يحطون رقم الهويه ويسوون سبميت، ويوصلهم مسج على الرقم المسجل في بطاقة الهوية. فالرقم يعني لازم يكون في يعني بطاقتهم تكون محدثة بياناتها، راح يوصلهم رمز تعريفي يدخلونه يظهر لهم الرقم المعني اللي ممكن يستخدمونه في حجز موعد من خلال تطبيق هيئة الصحة. في طريقتين أخذ المواعيد، إما عن طريق الموبايل آب أو من خلال مركز الاتصال. أيضا من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا، شو عن اللي عمرهم 30 واللي تحت 40؟ الهيئة تمر في مجموعة من المراحل، كل مرحلة تعلن عن الفئات المعنية أو المستهدفة، وهم اللي يكون لهم الأولوية في حجز المواعيد. حاليا الفئات هي 40 سنة فوق اللي عندهم إقامة دبي، 60 سنة وفوق اللي مقيمين في دبي لكن حامي إقامة أي من الإمارات الأخرى. أيضا من مواطنين دول من التعاون اللي عندهم بطاقة الهوية، المواطنون وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة. بالنسبة لخط الدفاع الأول من الحيوية، لازم التنسيق يكون مباشر بين جهة العمل وهيئة الصحة بدبي عشان حد مواعيد الموظفين. تقريبا هالأكثر الأسئلة اللي وصلتنا قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن مستمرين في الإجابة على استفساراتهم وأيضا في نشر المعلومات اللي تفيدهم. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. اسم الجناحي كانت معانا وعطتنا آخر ما تم تداوله، بنتناقش في اللي قالته، لكن أمنا بناخذ فاصل قصير وبنرجع لمستمعينا نكمل فقراتنا ونتناقش في اللي تسولفت فيه أسماء. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. دائما أعزائي المستمعين بإمكانكم التواصل معنا على الأرقام التالية 6005551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. بس عشان نعيد اللي قالته أسماء، إن إحنا حين انتقلنا للمرحلة الثانية من مراحل الحصول على لقاح كوفيد 19 وقمنا بتوسيع الدائرة من ضمن وسعنا الدائرة للفئات المستهدفة ووسعنا الدائرة أيضا في أعمار الفئات المستهدفة. آمنة لو تخبرينهم على السريع شو هي الفئات الجديدة والأعمار اللي غيرناها. نعم طبعا الفئات المستهدفة دكتورة اللي هم المواطنون وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة والمقيمون حاملي إقامة دبي سارية من عمر 40 سنة فما فوق وكبار السن من عمر 60 سنة فما فوق من القاطنين في دبي ويحملون إقامة إمارة أخرى ومواطنو دول مجلس التعاون ممن لديهم بطاقة هوية إماراتية، وكذلك الفئات اللي يمكنها التنسيق مع هيئة الصحة بدبي والمؤسسات ذات العلاقة واللي هم خط الدفاع الأول والمهن الحيوية. دكتورة تقولي لهم على السريع بس شو التغيير اللي صار؟ التغيير اللي صار ان احنا الحين صرنا نوفر اللقاح للمقيمين اللي فوق الأربعين، قبل كان 60 الحين صار فوق الأربعين، وبعدين قمنا نستقبل الناس اللي مقيمين قاطنين في دبي بس عندهم إقامة إمارات ثانية، قمنا نستقبلهم أي حد فوق 60 سنة وعايش في دبي وعندما يثبت ذلك يقدر أنه يحصل على مواعيد للقاحاتنا، إلى جانب أنه أيضا ضفنا مواطنين دول مجلس التعاون أيضا تغير هذا الشيء عنا. واللي غيرنا من ضمن الفئات العمرية أن أصبح لقاح فايزر بايونتك متوفر ل 16 سنة وفوق، حال ساينوفارم أكسفورد أسترازينيكا 18 سنة وطالع. نعم وبهذا دكتورة ننتقل لفقرتنا اليوم اللي هي فقرة الصحة العامة. اليوم بنتكلم عن صحة المرأة، ومثل ما نعرف أنه يحتفل العالم الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم 8 مارس بيوم المرأة العالمي الذي يأتي هذا العام تحت شعار اختاري التحدي، وفي هذا اليوم يتم الاحتفال بمنجزات المرأة حول العالم. في حلقة اليوم بهذه المناسبة سنتحدث عن صحة المرأة وأهمية الحفاظ على هذه الصحة لتواصل المرأة مسيرة إنجازاتها وعطائها في مختلف مراحلها العمرية. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة أمينة مال الله غانم، مثقف صحي بقسم التعزيز والتثقيف الصحي. صباح الخير أمينة. صباح الخير دكتورة هند، وأحب أرحب في الأخت آمنة، كما أرحب أحب أصبح على مستمعينا الأعزاء وأقول لهم نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله. أمينة لو تخبرينا شوي عن يوم المرأة العالمي وأهمية هذا اليوم في تحفيز وتشجيع المرأة. نعم، أما بخصوص يوم المرأة العالمي، فيحتفل العالم في 8 مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي كاحتفالية خاصة لتتويج إنجازات المرأة والإشادة لها، وتشارك طبعا دولة الإمارات العالم في هذا الاحتفال تأكيدا منها بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهم في جهود التنمية ورفاهية البلاد. لذلك تعطي الدولة اهتمام كبير بجميع النواحي المتعلقة برفاهية المرأة بما فيها الناحية الصحية، وتؤمن قيادة دولة الإمارات الرشيدة أن الاستثمار في مجال الصحة يدعم برامج تمكين المرأة اقتصاديا، فدعم المرأة هو دعم لركائز الدولة في نواحي جميعا. لذلك نجد أن توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي هو إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتبذل الحكومة جهود مستمرة لتعزيز الرعاية الصحية للمرأة بما يجعلها قادرة على العطاء واستدامة مسيرتها العملية على مختلف الأصعدة وفي المجالات كافة، وبما يضمن لها الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، مع العمل على تنويع وإثراء الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتدريبية المتاحة لها بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة الحياة. فدولة الإمارات إذن في مقدمة الدول اللي تعمل على تحفيز وتشجيع المرأة في كافة المجالات. نعم أستاذة أمينة، دوركم في التثقيف
والتعزيز الصحي كبير جدا في هذا المجال، فحابين نعرف منك اليوم كيف يمكن الحفاظ على صحة المرأة في المراحل العمرية المختلفة من جانبكم، جانب التثقيف الصحي. نعم، من المعروف أن المرأة تمر بالعديد من التغيرات خلال مراحلها العمرية، كفترة البلوغ ثم مرحلة الحمل والرضاعة إلى مرحلة انقطاع الطمث وسن الأمس، مما يجعل هالمراحل العمرية كلها عاملاً مؤثراً في صحة المرأة بسبب التغيرات الهرمونية اللي تمر عليها، بالإضافة إلى العامل النفسي وتأثيراته على صحة المرأة. لذلك فإن المرأة بحاجة إلى العناية المستمرة والدعم النفسي المستمر وتوفير كافة أنواع الدعم اللي تساعدها على تخطي كل مرحلة من مراحل عمرها. وبالتالي التثقيف الصحي له دور وايد كبير أن ناخذ كل مرحلة من هالمراحل العمرية ونثقفهم لأهمية الاهتمام بها والعناية فيها، لأن مثل ما قلنا كل مرحلة تتطلب بعض الإجراءات الوقائية. فمثلا إذا خذينا مرحلة البلوغ تستدعي إعطاء لقاحات ضد بعض أنواع الأورام الخبيثة مثلا، بالإضافة إلى مشاكل الهرمونات وحب الشباب ومشاكل الجلد وغيرها. أما مرحلة الشباب أو ما يسمى مرحلة الإنجاب تحتاج إلى المرأة إلى المزيد من الخدمات الوقائية والعلاجية، وقد تشمل علاج مثلا تأخر الإنجاب أو الطرق المختلفة للحمل ومتابعة الحمل والولادة أو علاج مشاكل ما بعد الحمل، بالإضافة إلى الفحوصات الدورية طبعا. وإذا أخذنا مرحلة النضج أو مرحلة ما بعد الأربعينات أو ما بعد الخمسين من العمر، وهي المرحلة اللي تعتبرها كثير من النساء هي الأجمل في حياتها، أو نقدر نقول أنها سنوات عمرها الذهبي. بالضبط. في هذه المرحلة الذهبية أيضا لابد من متابعة الفحوصات الدورية مع إعطاء أهمية خاصة لبعض الأمراض الشائعة في هذه المرحلة والتغيرات اللي يمكن أن تتعرض لها لاحقا، كهشاشة العظام مثلا. لذلك فهي تحتاج إلى أيضا فحوصات كمسحة عنق الرحم، فحص الثدي بالماموغرام والأشعة الصوتية، فحص هشاشة العظام وغيرها من الفحوصات الاعتيادية حسب إرشادات الطبيب. فنلاحظ اختيام لأن كل مرحلة من مراحل عمر المرأة تعتبر أولوية لاستمرار الحفاظ على صحتها من خلال الإجراءات الوقائية والاستفادة من خدمات اللي تقدمها الجهات الصحية. حبيت أستاذة أمينة تدرج في طرح الموضوع إحنا لأن المرأة مثل ما قلتي هي نواة المجتمع وصحتها ركيزة أساسية أيضا في المجتمع، لذلك أنت يعني في حديثك اليوم تدرجتي أن من مرحلة يعني المرأة تكون مثلا فتاة وبعدين تبلغ وبعدين مرحلة سن الأربعين، هاي كلها التثقيف الصحي شملها من جميع النواحي، ويجب على جميع يعني النساء اللي يسمعونا اليوم أن يعرفون أن لكل مرحلة فحوصات معينة وأشياء معينة للاهتمام بصحتنا كنساء طبعا. فحابين أيضا نعرف منك اليوم أكثر عن دور المرأة نفسها بالاهتمام بالصحة. أكيد أن للمرأة دور كبير في الاهتمام بصحتها، ومثل ما تفضلتي قبل شوي ليكن شعارنا اختاري أن تتحدي. فكرة التحدي هاي تمثل تنبيه لنا على المستوى الفردي والمجتمعي بأن جميع نحن جميعا مسؤولون عن أفكارنا وعن أفعالنا، وهنا على المرأة وضع أهدافها الصحية في كل مرحلة من مراحل العمر، ومن المهم أن تتضمن تلك الأهداف تبني أنماط الحياة الصحية واللي تساهم في الارتقاء بصحة المرأة من جميع النواحي. فلا بد من المحافظة على التغذية السليمة وتناول الغذاء الصحي المتوازن بجميع العناصر الغذائية، مع تحسين كفاءة أداء أعضاء الجسم بممارسة الرياضة لما لها من أهمية في الوقاية من السمنة ومحاربة الأمراض المزمنة والوقاية من هشاشة العظام والأمراض السرطانية وغيرها العديد من الفوائد. هذا مع أهمية الترويح عن النفس والنوم الكافي والحد من الإجهاد والتوتر، باللجوء طبعا إلى تمارين المساعدة على الاسترخاء، ولا ننسى طبعا ضرورة الامتناع عن التدخين لما له من تأثير سلبي على الصحة العامة بشكل عام وصحة المرأة بشكل خاص. فتبني أسلوب الحياة الصحية تلك تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والجلطات الدماغية والقلبية وهشاشة العظام، وكذلك تساعد على الصحة الذهنية والاستمتاع بحياة اجتماعية صحية. وهني أحب أكد المستمعين الكرام أن عند اختيار نظام غذائي أو برنامج رياضي ضرورة اعتماد برنامج صحي، مع أهمية استشارة المختصين في هذا المجال، خصوصاً في ظل زيادة الحملات الترويجية غير النافعة واللي تروج لمفاهيم خاطئة من الممكن أن يكون ضررها على صحة المرأة أكثر من نفعها. صحيح. فالمرأة إذن في تحدي مستمر مع نفسها لتحقيق أقصى قدر من العناية اللي تجعلها على درجة عالية من اللياقة البدنية وفي أبهى صورة حتى مع التقدم بالعمر.
جميل جدا أمينة، لو تردين تذكرين المستمعات عن أهمية الفحص الدوري عندهم وشو يعني ممكن يعني يفيدنا في الكشف المبكر عن بعض الأمراض المحتملة. يمكن تتساءل كثير من السيدات في جميع مراحل العمر عن كيفية العناية بصحتها الجسمانية في كل مرحلة من تلك المراحل. لذلك من مهم توعية المرأة مثلا عن آخر المستجدات الصحية اللي منشأها لها تقلل نسبة الأمراض والسيطرة على كثير منها، وكذلك الكشف المبكر عن الأمراض من خلال الفحوصات الدورية وبدء العلاج بالسرعة الممكنة اللي تجنبها حدوث مضاعفات المرض ويساهم في نجاح العلاج بشكل أكبر. فإذا كل مرأة يجب أن تلتزم بإجراء الفحوصات اللي تسهم في حمايتها ووقايتها من خلال برنامج للرعاية الشاملة تتضمن برنامج صحة القلب مرورا بصحة الثدي والرحم والمبايض والهرمونات والإنجاب إلى الصحة النفسية وكثافة العظام والكشف المبكر عن الأورام. جميل جدا. في نصيحة أخيرة توجهينها لجميع النساء اللي يستمعوا لنا في الوقت الحالي؟ نعم، احنا نعرف ان المرأة هي نصف المجتمع وذات دور حيوي فعال، دورها لا يمكن الاستغناء عنه في أساس صحة الأسرة من صحة الأم. ومن حسن الحظ ان وعي المرأة الإماراتية بأهمية الحفاظ على صحتها ممتاز، ونلاحظ دكتورة يمكن هذا من خلال مشاركتها الإيجابية في الفعاليات الصحية والتثقيفية المختلفة، لكن يبقى التطبيق العملي لهذا الوعي، وهنا تدخل عوامل أخرى مثل مهارات إدارة الوقت والعادات الغذائية مثلا وغيرها من العوامل والمعوقات. لذلك أرجع أذكر السيدات بضرورة أن تتحدى جميع الظروف وأن تكون إحدى أهم أولوياتها الحفاظ على صحتها لتحقيق الهدف الأسمى، وهو بناء مجتمع صحي خالي من الأمراض، خصوصا الأمراض اللي تسببها نمط الحياة. وبالرغم من أن الدولة وفرت الخدمات والمرافق مثلا لممارسة الرياضة، وقد تعرف بعض النساء أهمية ممارسة الرياضة لكنها تفتقر إلى مهارة إدارة الوقت، قد تعرف أهمية تناول الغذاء الصحي لكن تنصدم بالعادات الغذائية غير الصحية وعدم وجود الدعم المطلوب. فنرجع نتحدى أنفسنا ونبتدي بالاهتمام بالناحية الصحية اللي هي انعكاساتها على أنفسنا كسيدات وعلى المجتمع ككل، كسيدة تعتبر هي العنصر الرئيسي في بناء المجتمع. أستاذة أمينة مال الله، أنا جدا فخورة. إذا عمنا ما تعرفين أستاذة أمينة هي عضو فعال ورئيسي في القسم عندي، وأنا حابة أستغل هالفرصة وأقول لك عمنا أنا أمينة أنا جدا فخورة فيك يعني، وجدا فخورة أنك أنت من ضمن فريق العمل عندي. شكرا على المعلومات القيمة اللي عطيتينا إياها ويعطيك ألف عافية. شكرا دكتورة هند، ودعمك لا يقل أبدا عن أي جهود في القسم، وأنت المونيتور اللي يمشي القسم. وأشكر الأخت آمنة مرة ثانية ومستمعينا، وأتمنى إن شاء الله الإفادة للجميع. ودمتي بصحة وسعادة أمينة، مع السلامة. شكرا، مع السلامة. كانت معنا أمينة، الأستاذ أمينة، يعني أنا جدا فخورة فيها. ونتحدث بعض النقاط بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل قصير وبنرد نقول على النقاط الرئيسية اللي تكلمت عنها أمينة. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على @NurDubaiRadio. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. تقدرون تتواصلون معنا أعزائي المستمعين إما على الأرقام التالية، تتصلون 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وآمنة وصلت لنا رسالة من ما أدري منو يعني، بس الظاهر يعني حديثنا عن المرأة شوية لمس وتر حساس عنده، فهو يقول إن يعني هم يقدمون كل الدعم للمرأة لكن المرأة ما تدعم الرجال. يعني أنا حابة أقول إن إحنا نكمل بعض، ولا يمكن يعني حد يعني
يكمل المسيرة بدون الثاني. احنا جزء لا يتجزأ منكم وانتم جزء لا تتجزؤون منا. شو رايك؟ صراحة دكتورة سياسة جوابك السياسي. لا بالفعل هذا هو الواقع. هذا هو الواقع. هذا هو نحن نكتمل فيهم وهم يكتملون فينا. وطبعا بالضبط. نحن نسعد برسائلكم وشو ما كانت الدكتورة كانت مصرة أن تقرأ الرسالة. فصراحة نستمتع برسائلكم دائما ونحاول نرد عليكم. فدكتورة نرجع لموضوعنا اللي تحدثت عنه الأخت أمينة قبل الفاصل. تكلمت عن دور المرأة وحبيت العنوان لهذا العام اللي هو اختاري التحدي. بالضبط. وما يندرج تحت هذا العنوان اللي هو نحن دائما دكتورة بداية السنة بداية كل شهر نحط أهداف. يعني وطبعا إذا في حد من المستمعين لين الحين ما يحط أهداف أنصح إنه يحط أهداف لأنه بيشوف تأثير وضع هالأهداف على حياته. لأن حتى لو كتبتيهم وما رجعتي لهم بس بين فترة وفترة تطالعينهم لابد أن 3 أو 4 من هالأهداف يتحققون وعن تجربة. فنحن نقول دائما في سلم أهدافكم لا تنسون أنكم تحطون أهداف صحية مثل ما ذكرت الأستاذة أمينة. ولا شو رايك؟ ما شاء الله يعني أمينة حاولت يعني تعطينا العديد من النقاط من ضمنهم أن أنت اختاري التحدي لا تنسين نفسك ودائما حاولي تتبنين أنماط الحياة. يعني هي قالت على الرغم أن إحنا نعرف الأنماط الصحيحة ونعرف الأكل الصحيح في بعض الأوقات إحنا نتجاهل هذا الشيء وما نسويه. فخلونا هذا الشهر شوية أنا يوم حد يقول لي بكتب الأهداف أقول لهم اكتبوا الأهداف اللي ممكن تحققونها مو بالأهداف اللي وايد كبيرة أشياء صغيرة. أنا مثل ما قريت مرة دكتورة خطوات صغيرة تؤدي إلى الهدف. خطوات صغيرة الكلام. إذا أنت مثلا قلتي أنا بدال مثلا ما يكون سناكي غير صحي بس أخذ سناك صحي مرة صحي ومرة غير صحي بتشوفون تأثير على المدى البعيد كبير بيكون. يعني بيبي ستيبس. بالضبط. بيبي ستيبس ولا تطلبون المستحيل شوي شوي وبنوصل للأهداف اللي نباها بالتدريج. وبنحاول دكتورة أيضا أنا وأنتي في الحلقات القادمة نعطي المستمعين شوي من هالخطوات البسيطة اللي ممكن تعدل في حياة المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي. يعني أنا بالنسبة لي هاي السنة لما بدأت قلت يعني أكيد هند أنتي ما بتقدرين تمارسين الرياضة كل يوم على الأقل 3 أيام في أسبوع ما فيها إشكالية إذا التزمتي بالثلاثة وكان هدف قابل يعني أني أنا أحققه. يعني فثلاثة أيام في مقابل 7 أيام يفرق بس قادرة ألتزم فيه. دكتورة والله يعني أنصدم من التشابه دائما بيني وبينك. نحن ننصح الناس دائما نحن في منصة الكل يسمعنا نحن ترى ناس مثلكم لا تتوقعونا ناكل كل يوم أكل صحي ولا تتوقعونا كل يوم نسوي رياضة. فنحن حالنا من حالكم وبعدين معاكم. دكتورة أنا بعد حطيت لي هدف بس يمكن شوي عشان يعني الظروف وشي أنا خليته 3 أيام بس خليته 1/4 ساعة عشان لأني أنا صدقة في فترة يعني عندي أطفال صغار ومدارس فكنت أقول دايما أن ما عندي وقت ما عندي وقت. فشفت أن 1/4 ساعة هاي لو ما قدرت أطلع من البيت أعطي عمري هالجو ألبس الساعة وأتيمها على الووكينج أشغل لي شيء أسمعه وربع ساعة دكتورة إن شاء الله الكل يلتزم فيها. ما شاء الله أمنة هو المخرج يقول لي إنه ما شاء الله هو أحمد 7 أيام تفوقوا علينا الرياييل. وما عليكم نتحدى عمارنا أنا الدكتورة نهاية السنة إن شاء الله بنوصل للـ7 أيام. ظهرهم يحبون الدراجات مثلي يعني أنا بالنسبة لي صارت هواية جديدة وصرت مهوسة فيها. أمنة يعني لا توديني إن شاء الله دكتورة لازم أمنة يبالنا صراحة أنا وإنتي إن شاء الله. وطبعا دكتورة من حديثنا الشيق عن المرأة وإن التحدي وإنها لازم تتحدى نفسنا بنرجع لمواضيع برنامج صحة وسعادة وموضوعنا اليوم أيضا موضوع جدا مهم في فقرة خدمات الهيئة اللي هو عيادة تقييم الأطفال الخدج بمستشفى لطيفة. تعتبر عيادة تقييم الأطفال الخدج بقسم العلاج الطبيعي في مستشفى لطيفة من العيادات المتميزة وتقدم خدمات متعددة للأطفال الخدج من خلال كوادرها الطبية المؤهلة والمدربة واللي تقدر تتعامل مع مختلف الحالات اللي تزور العيادة. طبعا عشان احنا نتكلم في التفصيل عن هذه العيادة والخدمات اللي تقدمها يسعدنا ان يكون معانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة حصة عثمان ممارس علاج طبيعي في هيئتنا. صباح الخير أستاذة حصة. النور والسرور.
أستاذة حصة، أول شيء نشرح للمستمعين شو أطفال الخدج، يعني في الكثير ما يعرفه، لو تشرحي لهم شو تعريف الأطفال الخدج. أوكي، الأطفال الخدج هم الأطفال اللي ينولدون قبل الأسبوع 37 من الحمل، وهذه الأطفال ما كان لديهم الوقت الكافي في حملهم اللي اكتمل نموهم. أيوة. طيب معناته ما دام حين أي حد ينولد قبل 37 أسبوع نعتبره خدج، انزل ليش إحنا نركز على هذول الأطفال؟ شو الإشكالية إذا ولدوا قبل 37؟ شو المشكلة بتكون؟ الأطفال الخدج هؤلاء الأطفال يعني التركيز عليهم أكبر لأنهم تعرضوا لمؤثرات خارجية مثل الضوء والضجيج واللمس، تعرضوا لها في مرحلة مبكرة من حياتهم بدل ما يتنعمون بالهدوء والظلمة في رحم الأم. فبالتالي هؤلاء الأطفال يحتاجون لاهتمام أكبر. بالضبط. نعم، فلهذا كان التركيز على الأطفال الخدج مثل ما نقول أستاذة حصة. حابين أيضا اليوم نحن نعرف أن مستشفى لطيفة مستشفى رائد في مجال النساء والولادة، فاليوم نحن بنعرف منك أكثر عن الخدمات اللي تقدمها العيادة للأطفال الخدج. أوكي، هاي الخدمات نحن نقدمها للأطفال الخدج وجودهم في المستشفى، وبعد ما يطلعون من المستشفى نعطيهم مواعيد لمتابعتهم. ففي العيادة نحن نقوم بتقييم الأطفال الخدج، عندنا معايير معتمدة لكل مرحلة عمرية. بعد ما نقيم الأطفال الخدج نشوف حاجة الطفل إذا كان محتاج لجلسات علاجية أو فقط إشراف ومتابعة. وبعد نقدم لهم للوالدين حصص نعلمهم كيف يتعاملون مع الأطفال الخدج، نعلمهم طريقة المساج للأطفال الخدج وكيف يعتنون فيهم. نعم، حبيت أن عندكم خدمات أيضا غير الخدمات أستاذة حصة اللي هي خدمات طبية مثلا الاهتمام بصحتهم والاهتمام بأنهم يمارس يعني يرجعون كالأطفال الطبيعيين. عندكم قلتي لي خدمة اسمها المساج، منو الناس المعنيين بتعليم الأهالي؟ نحن في القسم العلاج الطبيعي نحن اللي نقوم بتعليم الأهالي طريقة المساج للأطفال. نعم، ويعني هي نعطيهم مثلا حصص يكونون عندنا الوالدين موجودين ونعلمهم على طفلهم كيف يسوون طريقة المساج السليمة. شو أهمية المساج؟ هل يعني الكثير بيقول دلع زيادة بيكون يعني لا دكتورة مهم حق الصحي، خلت تقول لك أنا حسي لأن الخدج يحتاج إحنا رفعناهم زيادة عن اللزوم من صغرهم ولا لا؟ المساج يحفز الدورة الدموية عند الطفل ويعزز الإحساس، يعني لما نسوي طريقة المساج للطفل يكون في إحساس، ننمي الأعصاب والإحساس والعضلات عند الطفل. أيوة، أوكي، يعني هو مش دلع زيادة، هو ضروري ضروري عشان الطفل مفاصله وعضلاته تكون يعني فليكسبل، عشان لأنهم من ولدوا قبل وقتهم فيمكن يحتاجون هذا الدعم أكثر من غيرهم. صحيح. وتحدثيني يعني هم في شو يختلفون الأطفال الخدج عن غيرهم من الأطفال أستاذة حصة، يعني شو الفرق من بينهم وبين الأطفال الثانيين؟ الأطفال الخدج لأنهم انولدوا في مرحلة مبكرة من الحمل هم مختلفين عن الأطفال اللي مكملين الفترة الكاملة من الحمل 9 شهور أو 40 أسبوع من الحمل. الاختلاف يكون من حيث أن أولا هم يكون حجمهم أصغر وممكن يكون عندهم ليونة ومرونة في الجسم أكثر من الأطفال مكتملين النمو. والشيء الثاني يتعبون بسرعة، مثلا إذا حركناهم وشيء تلاحظين علامات التعب عليهم أسرع من الطفل المكتمل. وأحيانا ما يحبون اللمس والحركة، ينزعجون منها. وممكن يواجهون بعد صعوبات في النوم، صعوبات في الرضاعة. وايد من الأطفال الخدج بعد الرضاعة يعانون من الارتجاع، يرضعون وبعدين يرجعون الحليب. نعم أستاذة حصة، يعني مثل ما ذكرتي يعني دور هاي العيادة، عيادة أو القسم الخاص بالخدج دور كبير، فأنتوا من ناحية تهتمون فيهم ومن ناحية أخرى تهتمون أيضا بتثقيف الوالدين، فإحنا حابين نعرف كيف ممكن أن أنتوا تساعدون الوالدين في تخطي هذه المرحلة، وكيف هم الوالدين يقدرون يساعدون الأطفال الخدج لحين يعني طبعا أنهم يعني يتماسكون ويكونون بقوتهم. أوكي، للوالدين دور كبير على تطور الطفل الخديج مستقبلا. الوالدين نحن في البداية نعطيهم مواعيد لزيارة قسم العلاج الطبيعي في مستشفى لطيفة،
وهم محتاجين لحضور المواعيد هاي كافة، لأن في هاي المواعيد نحن نتابع الطفل ونراقب أي مشاكل ممكن تطرأ على الطفل ونساعد الوالدين اللي يطلبون المساعدة في أقرب وقت ممكن. فالتدخل المبكر له دور كبير في تطور الطفل وتفادي أي مشاكل ممكن يعاني منها الطفل مستقبلا، حتى إذا لاحظنا على الطفل أي أعراض أو تأخر نبتدي مع جلسات العلاج الطبيعي فورا. نعم، فالحين ننتقل أستاذة حصة لأهمية، يعني ما هي أهمية العلاج الطبيعي؟ مثل ما قلتي نتدخل بسرعة إذا كان الطفل محتاج العلاج الطبيعي، ليش ممكن يحتاج العلاج الطبيعي وشو أهميته؟ أوكي، إحنا في العيادة نقوم بفحص الطفل الخديج، نقيم في العيادة تطورها الحركي، ردات فعله، طريقة تجاوبه مع المعالج، إدراكه، سلوكه، وإذا لاحظنا أي تأخر في هاي الأشياء أو في التطور الحركي للطفل فإن نحن نقوم بتعليم الوالدين تمارين منزلية تعزز من التطور الحركي للطفل. وإذا احتاج تدخل منا فنحن نقدم لهم جلسات للمتابعة في القسم. نعم دكتورة، يعني أستاذة عفوا حصة، لأهم يعني العلاج الطبيعي له دور كبير في تعافي الطفل مثل ما قلتي الخديج، فأنتوا كممارسين علاج طبيعي شو ممكن تقولي لنا التحديات اللي تواجهكم في هذا المجال؟ ممكن التحديات تكون شوي عدم استيعاب الأهل. مثلا الطفل الخديج يكون غير مكتمل النمو، فالطفل الخديج في نقطة حابة أوضحها، أن الطفل الخديج له عمرين، العمر الفعلي اللي هو من تاريخ الولادة والعمر التصحيحي اللي هو العمر اللي كان المفروض يكون فيه إذا كان مكمل 9 شهور من الحمل. ففي أهالي دائما يقارنون أطفالهم بأطفال المكتملين النمو، يقولون طفلنا متأخر، وأحيانا الطفل ما يكون متأخر، هو فقط يسوي الأشياء اللي هي على عمره الصحيح. بالضبط. نعم، فهم يعني أستاذة حصة لازم يعني إذا نحن بنقول حق الأهالي اللي عندهم خدج يحسبون عمر الطفل، يحسبونه من الولادة ولا يحسبونه مثل ما ذكرتي يعني من التاريخ الفعلي اللي كان هو لازم يولد فيه؟ يعني شو الأصح أنهم يمشون يعني مثلا يقولون طفلي الحين عمره 3 شهور بس هو ما يسوي الأشياء اللي المفروض يسويها الطفل في عمر 3 شهور؟ أيوة، نحن شو نقول للأهل، العمر التصحيحي إلين عمر 2 سنين فقط، من بعد 2 سنين ما نحتاج لتصحيح العمر. فبعطيك مثال، إذا كان الطفل مثلا مولود حاليا عمره 6 شهور وهو كان مولود 2 شهر قبل، فنحن ننقص الشهرين فيكون عمره التصحيحي 4 شهور، فتطور الطفل راح يكون على عمره 4 شهور وليس 6 شهور. نعم، وأيضا لدي سؤال، لأن واجهت نفس المشكلة عندنا في العائلة، حد من الأهل ما شاء الله عندهم توينز خدج وبنتي كانت يعني في العمر هي من نفس العمر، فهي طبيعي وهم خدج، كانوا يتساءلون دائما يعني نحن إن يلس عيالنا على عمرهم الحقيقة ولا نقول لا، يعني هم الحين فعليا هم 4 شهور بس هم متأخرين ما بنيلسهم الحين، فحتى في موضوع الجلوس في موضوع المشي كيف يتم حساب هذا الشيء؟ هل ممكن أن هي تيلس الياهل وعمره 4 شهور عفوا 5 شهور تبدأ تحاول تيلسه؟ تيلسه إذا كان 5 شهور من عمره التصحيحي وليس من عمره من تاريخ الولادة. نعم صحيح، نفس ما هي ذكرت أيضا، فنحن دائما نقولهم أن دوركم يا أهالي مرتبط مع دور قسم العلاج الطبيعي، ونحن طبعا جدا أستاذة حصة فخورين بكوادرنا دكتورة المواطنة وكذلك بالنساء اللي يعملون في العلاج الطبيعي. أنا مريت مرة مستشفى لطيفة وكنت قبل أعمل في مستشفى لطيفة، أشوف وايد ما شاء الله كوادر تعمل نساء في العلاج الطبيعي، فطبعا هاي مهمة يعني لا يستهان بها. صحيح، ودورهم جدا مكمل للأطباء في مستشفى لطيفة. فذكرتي لنا أيضا أستاذة حصة التحديات اللي تواجهكم مع الأهالي، حابين أيضا نسمع منك يعني في ختام هاي الفقرة النصائح، لو كان بإيدك توصلين نصيحة للأهالي اللي يسمعونا اليوم عندهم أطفال خدج. أيوة، أنصح الأهالي أن بعض النقاط، خلال فترة النوم الطفل يفضل أنه ما ينحط الطفل للنوم على بطنه، لأنه ممكن خاصة إذا كان الطفل بعد الطفل صغير غير قادر أنه يجلب أو شيء ممكن يسبب اختناق للطفل خلال النوم.
نعم. صحيح. بس في ناس دكتورة الله يسامحهم يقرون من الأماكن ثانية دكتورة هند إن والله الطفل يوم هالعمر أحسن ينام أكثر، فنصيحة هاي صراحة جوهرية لأني أنا وايد سمعت ناس يسويها. هي اللي تقصدها الأستاذة إن ما ينامون على بطنهم لأن يمكن يصير لهم الارتجاع هذا اللي أنت ذكرتيه أستاذة. هي أيضا صحيح. ارتجاع وممكن يصير لهم اختناق. الاختناق بعد لأن وايد في خطر الاختناق في أول سنة من حياة الطفل، فإحنا دائما ننصح إن لا تنومونهم على بطنهم ودائما نوموهم بطريقة شوية الرأس يكون والكتف شوي أعلى عن باقي جسمه، إذا لا سمح الله صار لترجع أثناء النوم ما يختنق اللي رجعه. نعم. وبعد في نقطة حابة أضيفها بالنسبة حق القماط، نحن لما نقمط الأطفال الأهالي لاحظ أنه يقمطونهم بطريقة شديدة يعني ويخلون الذراعين والأمهات عندك أستاذة حصاويلهم يسمعون يسألون منا أوجه لأمي تحية أكيد تسمعتي، قولي لها كيف يلفون الياهل لأن أغلبية الأمهات خاصة الكبار بالسن جدات يقولون لازم تقمطون الطفل والذراعين والرجلين مفرودات، مسكين الطفل ما عنده مجال يتحرك أبدا، ما عنده مجال يحرك حتى عيونه والليلة من كثر ما يعني نرخي شوية القماط، نخلي شوية الركب مثنية، نسمح للطفل إنه يطلع إيده من القماط ويوصلها للفم لأن هالشيء يريح الطفل ويهديه لما يوصل أصابعه للفم يعني. قلتي له نثني شوية الركب أستاذة حصة يعني ما يكون وايد سيدة صح؟ ما يكون وضعي اي ما يكون الوضعيه هاي الستريت هذه الايد سيده والريل سيده ونربطها ربطه ما نصايحك اليوم استاذه حصه جوهريه يعني نتمنى من الامهات لا مو بلشيء لانه يمكن في زمننا قبل احس يعني كان هالشيء يعني متعارف ما كان في حد يعني عارض هالشيء بس الحين الناس تقرا الامهات اللي داد مثلنا نقرا ونعرف انه يعني تحسين الياهل يبي يتحرك مسكين في الليل شويه فإذا شفتي صيح الأمهات بيقولونها ما مقمطنا عدل ما تعرفون تقمطون فيعني هاي النصايح اللي صدق نبي المستمعين أو الأمهات اللي يعني الكبار إذا كانوا يسمعوننا اليوم يأخذون فيها من جانبكم أنتوا الناس المختصين وإذا عندك أيضا نصائح أخرى إحنا على أتم الاستعداد أن نسمعها ونفيد المستمعين حتى بالنسبة للرضاعة لما الطفل الخدي ممكن يأخذ وقت أطول يحصل صعوبة أنه يرضع فالأم محتاجة إلى الصبر أن الطفل يكمل رضعته كاملة وبعد ما يخلص من الرضاعة تعطيه الوقت الكافي أنه يتجشى أو يتشعد عشان يطلع الغاز لأنه ممكن يسبب له آلام في البطن صعوبة في النوم يتعب الطفل. نعم أستاذة حصة عثمان يعني موضوعك اليوم جدا شيق وممتع وأعطيتي المستمعات معلومات جدا قيمة عن الأطفال الخدج وغير الخدج أيضا، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك جدا قيمة، يعطيك ألف عافية. العفو وأشكركم على الاستضافة. كانت معانا حصة عثمان تحدثت عن وايد المواضيع يعني الموضوع شيق كان آمنة صراحة يعني موضوع مهم جدا بالنسبة للأطفال الخدج يعني الفكرة اللي هي كانت حابة توصلها أن لا تقارنون طفلكم اللي مولود قبل وقته بطفل كان مولود في وقته وهاي المقارنات حاولوا يعني تأخرونها إلى ما يكتمل عمر السنتين للطفل وايد بيفرق طفل مولود قبل وقته عن حتى هذا. دكتورة الطفل مو بس الخدج والغير خدج بشكل عام لا نقارن الأطفال ببعض لأن الأطفال كل طفل له يعني قابلية للحركة أو مستوى مختلف عن الآخر. وتوى واحد من المستمعين مرامس عن القماط أيضا يعني فبالفعل يعني قمطوهم بس مو بالطريقة التقليدية اللي كانت مثل قبل نبي نعطيهم لأنهم يحبون أن يحسون أنهم مقمطين لأن يحسسهم أنهم ما زالوا في بطن الأم بس في نفس الوقت ما نضغط عليهم وايد ونضوق عليهم. قالت الدكتورة في الختام لو نذكر المستمعين بس بثلاث نقاط قالت أن عدم النوم على البطن وأن نخلي الإيد يعني الياهل يقدر يحرك صحيح. إيده وريله نعم بالضبط هاي الأشياء جدا مهمة. هاي كانت حلقتنا لليوم كل الشكر لكم أعزائي المستمعين أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل كل الشكر لأستاذ أحمد سلامة ولمخرجنا المبدع الأستاذ أيمن وطبعا آمنة أنا مالي غنى عنك في شريكتي في التقديم كل الشكر لك شكرا كانت معاكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي ودمتم في صحة وسعادة مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.